الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعضينا سندوتشات للمدارس، هتبقى جاهزه وخفيفه وسريعه، ممكن نعمل منها كميه ونحطها في الثلاجه، وقبل المدرسه نروح مسخنينها في الفرن او الميكرويف وياخدوهم ايه معاها معاهم المدرسه في اللانش بوكس بتاعتهم. هي مقدره بسيطه وخفيفه خالص، ما فيهاش اي حاجه. انا عندي هاخد معلقه بيكنج باودر، وهاخد كيس فانيليا، انا عندي بيضه، هاخد البياض بتاعها، والصفار هستخدمه للوش بتاع الساندوتشات. هاخد رشه ملح، معلقتين سكر، معلقه كبيره خميره، ربع كوبايه زيت، كوبايتين لبن دافي، وعندي 4 كوبايات دقيق. تمام. والحشو معايا انا هحشي لانشون وعليه جبنه بيضه اهو، وهحشي مربى. تمام. ولو في شوكليت ماشي، ممكن نحشي يعني ايه، هنشكلهم مع بعض. هنقول بسم الله، نحط بياض البيض اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط عليه الفانيليا اهو كده، هنحط الزيت اهو، هنحط السكر، وانا بقلب هنحط اللبن بتاعي، هنحط معلقه الخميره الكبيره اهي. هقلب المقادير كلها في قلب بعض، اخلطهم. بعد ما قلبت المقادير كلها في قلب بعضها، هحط معلقه بيكنج بودر اهي، رشة الملح بتاعتي، وابتدي انزل بالدقيق بتاعي شوية بشوية زي ما احنا متعودين لغاية ما العجينة بتاعتي تتلم. حطه بالتدريج اهو، لميت كل المقادير في قلب بعضها. هبتدي بقى اكمل بقى الدقيق بتاعي، وهدخل ايديا واقول بسم الله اهو، وهفضل هضيف لغاية ما زي ما احنا متعودين الم العجينة كلها بتاعتي. انا بس انا يعني بقفل وباجي علشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم وتتملوا مني. اهو حبايبي العجينة بتاعتي اتلمت. هعمل ايه دلوقتي؟ المرحلة اللي احنا متعودين عليها، هجيب شوية بس دي على الرخامة بتاعتي كده، واروح جايبة العجينة مكملة بقى عجينها زي ما احنا متعودين اهو، عشان اضمن ان هي اتعجنت كويس وتديني نتيجه كويسه. تمام. خلصها. طبعا انتوا عارفين طريقه العجن ازاي اهو، قلتها لكم كذا مره. هخلصها لغايه ما العجينه تبطل تلزق خالص وتبقى حرير معايا وما تقطعش، وهوريكم شكلها في النهايه اعمل ازاي. ورجعت لكم حبايبي بعد ما عجنت العجينه بتاعتي تمام زي الفل، شايفينها ما شاء الله لينه اهي اهي، شايفينها وبقت ناعمه معايا وزي الحرير زي ما احنا متعودين شايفينها. هو ده المستوى اللي انا عايزاه في العجينه. هحطها في الطبق بتاعي، وهجيب عليها رشه زيت بسيطه بس مش اكتر اهي، يعني على ايديا بس كده اهو كده. تمام. واروح مغطياها واحطها في مكان دافي لمده ساعه بس تخمر، وهنيجي نشكلها مع بعض ونحط فيها المكونات اللي عندنا اللي ما احنا هنعملها دي. حبيبي بعد ما سبت العجينه بتاعتي خمرت، هنقول بسم الله ونشوفها. بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله حبايبي العجينه بتاعتي، افضيها من الهواء اللي فيها، شايفينها اهي. هنبتدي نسمي بالله ونشتغل. هنقطع العجينه بتاعتنا كور متساويه اهي، هنرمها بس الاول كده. وعندي الحشو بتاعي مجهزاه، عندي شوكليت اهو، وعندي لانشون بالجبنه، وعندي مربى اللي انا عملتها معاكم قبل كده، وعندي جبنه رومي. تمام. هبتدي بقى اقطع العجينه بتاعتي. بسم الله. قلت لكم حبايبي بعد ما قطعت العجينه بتاعتي وكورتها زي شايفينها بالمنظر ده، هنقول بسم الله. وهعمل معاكم اول واحده اهي، شايفين ما شاء الله العجينه بتاعتي سلسه اهي، شايفينها سلسه معايا بكل سهوله. هنحط مثلا وليكن قطعه جبنه الرومي
بتاعتنا كده، وهقفل عليها كده، هقفلها كويس وزي ما انتم شايفين كده، اضغط عليها جامد اهو. تمام كده اهي. انا عندي الصاج بتاعي فرشة فيه ورق زبدة، احط فيه السندوتش بتاعي بتاع المدرسة اهو بالشكل ده كده. هنعمل بقى واحدة بالشوكليت وواحدة باللانشون قدامكم اهي، سهلة يا جماعة خفيفة، ومكوناتها موجودة عندنا في كل بيت، يعني مش هتحتاج اي تكلفة خالص. وحاجة برضو انا ضمناها، شايفين الشوكليت، وهروح اقفل عليها برضو كده زي التانية، بس اهم حاجة نقفل عليها كويس. اي حشوة بقى انت عايزاها اهو، تمام، واحطها في الصاج بتاعي. نعمل واحدة باللانشون اهو، مبقاش العجينة قوي. وعشان عليه جبنة بيضة زي ما انا اتفقت معاكم وقلتلكم. هبرمه كده علشان اتأكد ان هو اتقفل كويس اهو، شايفين لازم يقفله كويس علشان ايه ما يفكش مننا. تمام اهو، ادينا عملت الثلاث اشكال قدامكم، اللانشون والجبنه الرومي والشوكليت. هخلص كل الكميه بتاعتي وهرجع اقول لكم هنعمل ايه بندخلها الفرن. حبايبي انا خلصت الكميه بتاعتي، طبعا مش هي الكميه دي بس، في كميه تانية هسيبها تتخمر حوالي نص ساعه لغايه ما حجمها يتضاعف. انتوا شايفين هي ابتدت خلاص اهي حجمها يتضاعف، وبعد كده هنرجع هندهنها، هندهن وشها بصفار البيضه وعليها معلقه لبن، ونروح حاطينها في الفرن على طول. لما تتخمر حبايبي هوريكم شكلها عامل ازاي. رجعت لكم حبايبي، ما شاء الله شايفين حجم تضاعف ازاي. هنجيب صفار البيضه زي ما احنا قلنا وعليها معلقتين لبن، تمام كده اهو، وهروح اقول بسم الله وهدهن كده الوش بتاعه، تمام كده. انا مش عايزه بس اطول عليكم، هروح عامله كده في علامه كده بالسكينه هنا كده، وعلامه هنا كده بالراحه، وهرش عليه شويه سمسم. عايزه تعمليه سياده زي ما انت عايزه براحتك، بس بيدي كشكل. هعمل كل العجين او المخبوزات عندي اللي انا عملتها بالشكل ده، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200، ان شاء الله ياخد تلت ساعه بس اخد بالي منه، ولما يطلع هوريكم شكله عامل ازاي. ورجعت لكم حبايبي بعد ما سندوتشات المدرسه بتاعتي خلصت، شايفين الجمال ما شاء الله، شايفين شايفينها هشه ازاي، شايفينها اهي، شايفينها سهله وجميله، شايفه ما فتحتش ازاي معانا. ريحتها مش قادره اقول لكم، والشكل طبعا باين اهو، شايفين شايفين الجبنه الرومي من جوه يا جماعه اهي، احنا فتحناها بالحظ دي جه طلع جبنه رومي، مش قادره اقول لكم. والطعم والله حكايه، شايفينها من جوه بصوا يعني ده سندوتش اقتصادي عملته في البيت، ما غابش في ايدي وما اتكلفش، ما خدش امكانيات كتيره، وحاجه نظيفه وعارفاها. هعمل كميه كل اسبوع، احطها في الفريزر او في التلاجة، وممكن اطلعها قبل ما ينزلوا المدرسة بعشر دقايق او ربع ساعة، هتبقى جاهزة عندي، وهروح على طول حطها لهم في اللانش بوكس بتاعتهم. هتبقى جميلة، شايفين اللي فيها اللانشون اهي، شايفين الجمال يا جماعة، شايفين
بجد طعم روعه روعه روعه، فعلا تستحق التجربه. بتمنى تجربوها ومستنيه تعليقاتكم الجميله. متنسوش في اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم سندوتشات المدرسه المطبخ المباسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.